سعيد ان اشارك في اول لقاء، واحنا كمان سعدان بالاداء يا محمد النهارده اللي اكتر من رائع. كابتن حسام غريب محمد علي قال كلام مهم جدا، انا ويمكن قلت وانا بعلب لسه مش متاكد من النادي بصراحه ان هو رايح اسبانيا فين بالظبط، فما رضيتش اصرح بصراحه، ولكن هو عمل مباريات عاليه قوي مع فرقته مع عصام تاجر النجم الكبير طبعا لتونس، هو المدير الفني هناك، وعمل تصديات عاليه وكان من افضل الحراس يمكن خامس حارس في الدوري الفرنسي. رايك ان الاحتراف فاده لاي مدى؟ وشايف احنا ازاي نفيد كمان اللاعبين اخرين من منتخب مصر؟ محمد علي، وانا رئيس جهاز الزمالك، محمد علي من الاسباب اللي كسبني بطولتين او ثلاث بطولات افريقيه مع الدوري والكاس. يعني محمد علي طالع من مصر وهو رقم واحد. محمد علي طالع من مصر وهو رقم واحد. محمد علي مؤهلاته الحركه حارس مرمى عاليه جدا، مخلص جدا، عايز يوصل. النهارده بروندو ساعده ان اداله فرصه كبيره جدا، ان هو النهارده 60 دقيقه واقف في حراسه المرمى فعمل نتيجه كويسه. رايي انا ان بروندو النهارده لعب جيم كبير، اول مره اشوفه بيلعب بالجيم ده، سواء بتكتيك في دماغه، سواء ان هو عايز يعمل توليفه كبيره جدا بين اللاعبين وبعضها. لما عمل الروتيشن هو نجح بنسبه كبيره قوي النهارده في المباراه. فمحمد علي النهارده خد فرصه، مش هقول محمد علي بيثبت وجوده، لا، محمد علي ثابت وجوده من قبل الاحتراف، لكن الاحتراف بيدي زياده، بيدي زياده طبعا، مختلفي يعني انت بتلعب في مدرسه مختلفه. هنا اهلي وزمالك، ماتش الاهلي ده هو اهم ماتش مع ماتش سبورتنج، لكن انت بتتكلم في اوروبا، بتتكلم في دوري قوي، الدوري الفرنساوي، بتتكلم في بطوله اوروبا، بطوله كبيره، فاكيد لازم يكتسب خبره وهيعلى، لازم يكتسب خبره وهيعلى، زي يحيى خالد وزي علي زين وزي ممدوح هاشم وزي سند ان شاء الله، ويحيى الدرع طبعا ان شاء الله رايح باذن الله مع يحيى خالد، حاجه جميله جدا بصراحه يعني، وسيف لموج ان شاء الله، متوقع له يحيى ان شاء الله، ان شاء الله هيبقى من احسن باكات ليفت في العالم. واحنا بنت